السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام مجموعة أمير أسطمر الدوادار بالقرب من باب القرافة وجامع السيدة عائشة. المجموعة اللي بناها الأمير أسطمر في نهايات الدولة المملوكية وفي نهاية عصر دولة المماليك الجراكسة اللي كانت بتضم المأذنة الجميلة اللي احنا شفناها دي والمدرسة والجامع والسبيل والكتاب والقباب الضريحية والطباق اتعرضت لتخريب يعني فظيع جدا في عصر الحملة الفرنسية، وده كان بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من قلعة الجبل مقر الحكم في مصر وقتها، وده طبعا شايفين جامع محمد علي اهو. طبعا من 220 سنة الحملة الفرنسية كان جامع محمد علي لسه ما اتبناش، لكن احنا بنتكلم عن القلعة والموقع الاستراتيجي والخنقاء والمكان اللي كان هنا المؤسسة كانت كشفة القاهرة كلها يعتبر. فالحملة الفرنسية سيطرت عليها وقفلت بعض الجدران فيها وخدت منها حصن تضرب منه المصريين وتراقب الثورات والانتفاضات وكده. لذلك كانت هي بتتكون من مجموعتين، حتى يعني كانت مجموعتين معماريتين مستقلتين، واحدة شرقية وواحدة غربية. الشرقية اندثرت تماما، اللي متبقي معانا هنا اللي هي الغربية اللي احنا واقفين عندها دي من الخارج. واحنا بنقول برضو ان الحملة الفرنسية قفلت وسيطرت عليها، وده بيفكرنا باللي هي عملته في خنقات خندق طغاي والخنقاء النظامية، ولينا فيديو هنا على الصفحة بنتكلم عن تاريخ الاماكن دي، يا ريت تشوفوهم برضو اللي ما شافوهمش. لكن بصوا طبعا البنا كويس جدا ان هو باين اهو، باين القفل، يعني ده كان باب كان مدخل قفلته الحملة الفرنسية وفتحت فتحات هنا من تحت اهو اللي هي المزاغل. نفس الكلام في السبيل، والسبيل ده يعني هو الوحيد اللي في القاهرة اللي انا شفته في الحركة دي، ويمكن مفيش غيره. ايه بقى الحملة الفرنسية؟ ده كان سبيل طبعا لسقي المرة، الناس بتشرب، كان ده شباك التسبيل، كانت المية بتتقدم هنا كده في كيزان مية اللي ماشي يمد كوز المية ويشرب ويسيب كوز المية ويمشي. الحملة الفرنسية عملت ايه؟ شالت الشباك بتاع التسبيل اللي احنا يعني الجزء اللي احنا واقفين قدامه ده اهو، باين جدا ان في برضه بناء مقفول، شالت الشباك وقفلته بالحجر. مش كده وبس، وقامت جايه في وسط المكان اللي هو كان شباك التسبيل وفتحت مزاغل. المزاغل دي علشان يخرجوا منها بنادق، فده لسخريه القدر. شوفوا السبيل اللي كان بيقدم في العصر المملوكي وفي الدولة اللي كان بيقدم مية للناس أصبح إن هو سبيل للقتل في عصر الاحتلال وفي عصر الحملة الفرنسية. المجموعة اتبنت سنة 1502، ده كان عصر السلطان الغوري، يعني السلطان الغوري حكم من 1501 ل 1516 لغاية ما قتل في معركة مرج دابق، فدي 1502 قبل زوال دولة المماليك ب 16 سنة بالظبط. من دولة المماليك زالت 1517، وكمان يعني عمرها النهاردة بنتكلم في 516 سنة، ده عمر المكان. بنقول بناها الأمير أسطمر الدوادار. الأمير أسطمر الدوادار كان أمير من أمراء السلطان قايتباي، كان مسؤول الشراب خانة في عصر السلطان قايتباي، يعني مسؤول عن المكان بتاع اللي فيه جميع المشروبات بتاعه السلطان وكده. بعد كده أسطمر هيترقى في عصر الغوري، طبعا قايتباي حكم من 1468 ل 1496 حوالي 29 سنه في اواخر دوله المماليك. هيجي بعد منه اربع سلاطين ضعاف لغايه ما يجي سلطان قوي اللي هو الغوري، والغوري هيحكم 16 سنة زي ما احنا قلنا من 1501 ل 1516 حوالي 15 سنة. أسطمر بقى الغوري هيرقيه وهيمسكه الدوادرية الكبرى، يعني هيبقى دوادار كبير. وكنا احنا شرحنا قبل كده معنى كلمة الدوادار اللي هو لفظ بيتكون من مقطعين، دواء كلمة عربية ودار كلمة فارسية بمعنى المسؤول أو الماسك، اللي هو يعني حامل الدواء أو ماسك الدواء، لكن معناها في العصر المملوكي اللي هو كاتب الرسائل السلطانية، وده النهاردة بيقابل في العصر الحديث اللي هو وظيفة وزير الخارجية، ده منصب مهم جدا في العصر المملوكي
وفضل أصدمر اللي هو صاحب المؤسسة دي بيشغل هذا المنصب لمدة 5 سنين و6 شهور، لغاية ما السلطان الغوري أرسله في لحملة عسكرية في كانت رايحة على نابلس، مدينة نابلس في فلسطين، ومات في غزة، وبعدين جابوه واتدفن هنا عندنا في قرافة المماليك في التربة اللي هو كان عملها لنفسه، لأنه هو له منشآت تانية هنا في القاهرة، اتدفن في قرافة المماليك في التربة الخاصة به. هو بنى المكان ده طبعا مش متبقي هنا في المكان ككتابات أثرية غير حاجة بسيطة خالص اللي كانت بتعرفنا ان المكان ده اتبنى كمدرسة لتدريس المذاهب السنية. حتى هنشوف اهو ده بداية النص، طبعا ده برضو باب من ابوابها واتقفل برضو في عصر الحملة الفرنسية. هنلاقي مكتوب ايه؟ انشأ هذه وبعدين المدرسة المباركة، يعني الالف اهي واللام جنبها اهي، الميم الدال الراء السين تاء المربوط، المدرسة المباركة. قلنا سنة 1502 ميلادي اللي هو سنة 908 هجري. بصوا بقى المكان النهاردة، طبعا انا عرفت من الناس الترابية اللي برة ان المكان ده يعني كل الاوض اللي انتوا شايفينها كده كان فيها سكان، يعني كان لوقته قريب خالص، بيقولوا لغاية ما الاثار خرجتهم والمكان فضل زي ما هو كده. حتى هو قال لي قصة على الأوضة اللي فوق دي والحاجات اللي كانت بتتعمل فيها، يعني انتوا فاهمين اكيد. يعني قال لي وطلبنا كذا مرة ان احنا نقفل المكان او ومفيش حد بيستجيب، لكن خلونا حتى نطلع فوق المأذنة ونشوف المكان من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الحل الوحيد ده كان جامع كان بتصلى فيه. في ناس حتى بتقول لي ايه، انت بتنزل فيديوهات لاماكن مهجوره وكانت جميله في العصر المملوكي والنهارده مهجوره، ايه تم تنادي ان هي مثلا تتحول لدار مثلا حاجه مركز صناعه للحرف او كده. والله انا شايف ان المكان جامع، والحل الوحيد يعني اللي احنا نحافظ عليه ان هو يرجع تاني جامع يتصلى فيه، يعني سهله مش محتاجه. يعني شوفوا هذا المنظر من هنا حاجه غايه الروعه، يعني ايه الصعب في ان هو المكان ده يرجع يتصلى فيه تاني؟ محتاج ايه يعني؟ ايه المبالغ الكبيرة اللي المفروض تدفع في مكان ان هو بس ينضف ونرجع نصلي فيه؟ بصوا المكان يطل على الإمام، طبعا ده منظر عام للقرافة، قرافة الإمام الشافعي. حتى هنشوف نقدر نشوف قبة الإمام الشافعي من هنا، هي اللي هناك دي، القبة دي الكبيرة دي بتاعت الإمام الشافعي. حتى ده طريق صلاح سالم اهو، الوصول يعني اي حد عايز يوصل ده طريق صلاح سالم، هو جاي في اتجاهه للسيدة عيشة، ده كوبري السيدة عيشة اهو، ممكن يدخل من هنا من الفتحة دي عند العربية دي اللي هي داخل مكان العربية دي ما دخلت بالظبط، يدخل ويبص على المأذنة اللي احنا عندها دي، يبص على المأذنة يعني يمشي في وسط القرافة ويراقب المأذنة هيشوفها لغاية ما يوصل عندها. ده يعني المكان اهو من فوق اللي احنا كنا فيه، ده بسهولة خالص ممكن نهده، يعني ده يتهد ويتصلى هنا في المكان ده. ليه متساب كده؟ ده على فكرة يا جماعة المكان ده اثر متسجل برقم 174. ليه كده؟ ايه الصعب ان احنا نشيل؟ هم خلاص بيقولوا ان هم خرجوا الناس، يعني الناس اللي كانت ساكنة هنا في المكان خرجت، ده صحن الجامع. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان انا ارجع اصلي؟ ايه المشكلة؟ مش محتاج غير عامل وامام. بصوا الجمال، يعني حتى انا بنصح حتى الجماعة المصورين واللي غاويين تصوير، لو ما كانش يعني نجحنا ان الجامع
يحيوه من جديد. تعالوا بصوا، تعالوا صوروه، تعالوا صوروه وشوفوا المنظر من هنا. يعني ده بيطل على جامع السيده نفيسه، القبه الكبيره اللي قدامنا دي، دي القبه اللي مكنون تحتها السيده نفيسه، والصغيره اللي قصادها دي قبه الخلفاء العباسيين. هيبقى لنا ان شاء الله موضوع عنه. بيطل على كل الاثار الاسلاميه ومنظر رائع. يعني برضو باين من هنا السلطان حسن والرفاعي اهم، دي مأذنه السلطان حسن، والمأذنتين اللي ورا دول بتوع الرفاعي. المأذنه دي بتاع الجامع الونائي، هنا ده جامع محمد علي والقلعه، ودي التربه السلطانيه، منطقه التربه السلطانيه. وهنا جامع، ده جامع مشهد الجيوش اللي فوق جبل المقطم. بالمناسبه برضو الاسم، لان هو اسم الزمر، الراجل التربي قال لي ان الحوش ده هو الحوش بتاع عيله الزمر، فيهم عقود الزمر وطارق الزمر والناس دول. هو يعني الزمر هو تحريف لاصدمه. يعني مكان رائع بيطل على القاهرة كلها فعلا، وده اللي بيشرح لنا. يعني انا ده اللي انا قلته، ان الحملة الفرنسية خدته، خدت المكان ده ليه؟ بيشرح المكان. شوفوا كاشف قد ايه، كاشف القاهرة كلها من هنا فعلا. ياريت يعني ياريت ده جامع في الاول والاخر، جامع مش محتاج حاجة. انت احسن حاجة تحافظ عليها الجامع تاني وتالت ورابع انك تفتحه للصلاة، انك تجيب امام بس، مش محتاج. ما يا سيدي ما تتعاملش معاه على انه قصر، اتعامل معاه على انه جامع. مش صعبه، ما هي صعبه خالص. يعني مش صعبه انك تشيل الكلام اللي تحت ده، وقصر متسجل كمان. اعملوا شير، يعني اقول ايه، وصلوا، وان شاء الله اشوفكم في قصر تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.